الآن أدعو معالي المفوض العام لوكالة الأنروا السيد فيليب لإلقاء كلمته فليتفضل. أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، سيد الرئيس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أصحاب المعالي، شكرا لكم على فرصتي التي أتيحت لي للتحدث في هذه القمة الاستثنائية. كان الشهر الماضي مؤلما جدا لنا جميعا، والأونروا وهي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين تنعي 101 من الزملاء قتلوا في غزة في النزاع في غزة، ويوم الاثنين سوف ننعيهم جميعا. وفي قطاع غزة أكثر من 10,000 شخص أبلغ أنهم قتلوا، وغالبيتهم قيل أنهم من النساء والأطفال، والعديدون منهم ما زالوا تحت الأنقاض. القوات الإسرائيلية دفعت الكثير من الناس في شوارع غزة، وأكثر من 70,000 من النساء والأطفال يعيشون في مباني الأونروا. وما رأيته في غزة عندما ذهبت سوف يبقى معي إلى الأبد، كل النساء والأطفال الذين يوجدوا في ملاجئ الأونروا يطلبون مني الطعام والغذاء والماء. كان الأطفال يضحكون عندما كنت أزور المدارس، والآن المدارس تعتبر مزدحمة جدا ومكانا لا يرقى للمعايير الحقيقية للحياة الكريمة. الحياة صادمة في غزة وعلى شعبها، والحقوق الأساسية، الأماكن مزدحمة، وكل شيء ينتهي، الغذاء والدواء والوقود، والتطورات الدراماتيكية في مستشفى الشفاء أمس، والكثيرون من الناس الذين أصيبوا وتتعرض حياتهم للخطر. أصحاب المعالي، لدي الآلاف من الزملاء من الناس في غزة، ومن الزملاء بعضهم نزحوا، و ثلث الأماكن الصحية تعمل، وبعضهم يعملون على إدارة الأماكن الطبية المتحركة لتقديم الخدمات الصحية ولإعادة الغذاء إلى الملجأ. سيد أبو شبل يحاول أن يطمئن الأطفال كل صباح أنهم لن يموتوا. أصحاب المعالي، اليوم الغزاويون يشعرون أنهم يفتقرون الحقوق الإنسانية، ولأنهم مهجورون والعالم تخلى عنهم، خاصة من إخوانهم العرب والمسلمين، ويريدونهم أن يسمعوا صرخات الأطفال وأن يروا الخوف في عيون الأمهات. يوم الخميس تحدثت في مؤتمر دولي في باريس لدعم المدنيين في غزة، وحذرت من خطر الازدواجية في المعايير، وتحدثت عن نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأكدت حديثي عن تهجير ونزوح الغزاويين والناس في غزة، وحذرت ضد امتداد الصراع إلى أماكن أخرى في المنطقة. الضفة الغربية وصلت إلى نقطة الغليان مع ممارسة السلطات الإسرائيلية للعنف وقتلها للناس يوميا. أصحاب المعالي، الفلسطينيون في غزة دائما ما كانوا يعتدون ويعتمدون على العرب والمسلمين للتضامن، واليوم يحتاجون منكم أيضا أن تحولوا هذا التضامن إلى إجراءات أقوى وأشد. أنا أريد دعمكم لهذه الأمور الطارئة الثلاثة. أولا، إيقاف إطلاق النار الطارئ، وتحدثنا عن ذلك. وفقا للقانون الإنساني الدولي، لا بد أن نصمم على حماية البشر والبنية التحتية الحساسة، بما في ذلك مستشفيات ومباني الأمم المتحدة. هذه يجب أن تكون الطلب الذي نؤكده دائما، وأنا متأكد أن العديدون منكم يمكنهم أن يقوموا ببذل هذا الجهد، ولا يجب أن نتوانى عن ذلك. الأمر الثاني، إيصال المساعدات الإنسانية بدون شروط، وهذا شيء مهم جدا. يجب أن نوصل المساعدات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الهائلة، ولكن الأمور اللوجستية ومنع دخول الشاحنات من الجانب الإسرائيلي يمنع ذلك، فهم يسمحون فقط بدخول جزء محدود من الشاحنات إلى جدة. يجب أن نزيد من المساعدات التي تدخل، خاصة هذه التي في المعابر التي توجد في الجانب الإسرائيلي مثل كرم أبو سالم. ثالثا، أونروا تحتاج إلى التمويل وإلى المشروع. الأونروا
ليست فقط هي أكبر منظمات الأمم المتحدة في جدة، ولكنها الأمل المتبقي الوحيد لأكثر من 2 مليون شخص. يمكننا أن نقوم إذا كان بما علينا إذا كانت لدينا الإمكانات. أدعو الدول التي أعلنت عن المساعدات، أشكر الدول التي أعلنت عن المساعدات لإسهامهم الكريم، وأدعو بقية الدول من الجامعات العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يظهروا تضامنهم من خلال دعم الأونروا. وأود أن أخبر الناس في مآوينا وفي ملاجئنا أن العالم في العالم الإسلامي والعربي مستعدون لدعمنا وإعطائنا الموارد اللازمة لندعمهم. وأخيرا أريد منكم أن تدافعوا بقوة عن المنظمة ضد المزاعم أن مدارسنا تعلم الكراهية والعنف في قطاع غزة. هذه المزاعم التي تأتي من هؤلاء الذين يريدون منا أن نفشل في بيئة تدعو إلى الاستقطاب. ولأختتم، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضا أننا اليوم بعض هذا الموقف السياسي أصبح موقف حياة أو موت للعديد من الناس، ولكن تطلعات الفلسطينيين هي أمر حيوي، ويجب أن نعالج الأمر قبل أن يفوت الأوان. أحث أعضاء الدول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أحثكم جميعا على التصرف الآن لحل ونزيفة لهذه الأزمة. بدعمكم الأونروا مستعدة للقيام بما عليها. شكرا جزيلا.